الوطن مفتوح عقله بعذبها الزمن اوه وتبوح ليش تبوح ليش تبوح فتحا شبابيك الندى فتحا طلت عجرود المدى طلت فتحا شبابيك الندى فتحا طلت عجرود المدى طلت ندهت ما رد الصدى رجع الصدى مجروح رجع الصدى يا حب يا اسم كتب جوا القلب حرفين تعب الزمان ما غي في رمش الجفن والعين اكتب وسطر يا قلم عن محنة الأيام جرح الألم ما هو ندم جرح الألم يا ورد يا عطر الزمن يا فتنة الأحلام غطي الحكاية والوطن غطي الحكاية والوطن غطي الحكاية والوطن غطي الحكاية والوطن الورد والآية وعاليادي اليادي اليادي يمي العبادية محلى الوما بالوفا محلى العزوبية لطلع عراس الجبل واشرف على الوادي وكول يا مرحبا نسمها وبلادي لحالي بغني لحالي وبحكي مع حالي المعلم حمدان أخذها من قصيرها وروح كان بدي أصير حركة كان وين هالحركة دير بالك من الحراس اطمن لا تخاف وبكى سلم لي على غزالة الله يسلمك يلا بخاطرك أنا صابر وين بك؟ كنت عند امشي قدامي امشي امشي وين بدك تهرب؟ وين كاين؟ أنا كنت عند الشيخ حامد كذاب أنت كنت قريب من بيت الشيخ حامد الشيخ حامد ما دخل عنده إلا المختار أنا مش كذاب كذاب أنت كنت عند ساري احكي ولا
شو كنت تسوي عنده؟ أنا ما كنت عند ساري، مش صحيح. امشي قدامي بعدين بتفاهم معك. أمشي؟ وين أمشي؟ بدي أورجيك نجوم الظهر عشان تقول لي شو كنت تسوي عند ساري. امشي. صابر، ليه جايبينه لهون؟ كان نازل من الجبل من عند ساري. من الجبل؟ وشو كنت عم تسوي بالجبل؟ احكي. هذول كذابين، ما كنت بالجبل. ولسانك طويل كمان. كنت نازل من عند ساري، اكيد هو اللي بحذره وبين كل اخبارنا. ما حذرته ولا شفت حدا. واذا كنتوا مش كاتبين عليه لا تحطوها بظهري. ولك شبك؟ ساري ابن عمك ليك؟ ابن عمي مثل اخوي كمان، بس ساري ما بنته مني حذره. إذا كان عندهم مراجل خليهم يروحوا له. عندنا مراجل وراح أورجيك. بس يا زيدان، بس طول بالك، إمنع عنه. سامع شو بيحكي؟ خلاص اتركه للبيك، البيك بيعرف شغله معه. بس شو بدي أسوي البيك يعني؟ ما بقطع الراس اللي ركبه. إذا كان خذوه على الحبس، وبكرة الصبح تنزل عند البيك. خذوه يا شباب، ولما باجي بشوف شغلي معه. ساري ابن عمك، ها؟ الحقني يا عمي فرج، صابر ما روح البيت من امبارح. وين راح؟ قال انه بده يروح على القهوة، ولهالكيت ما رجع. غزالة، صابر بيحبش قعدة القهوة. اي هو هيك قال يا عمي. طيب روحي على بيتك، وانا هالكيت بطلع الكهوة وبدور عليه. عمي فرج. يحكي يا غزالة. أنا خايفة. أي بكفي، خلص ذبحنا. بدي أخلص عليه. مش هيك؟ بدي اشوف ساري كيف بدي خلص مني بعد غاد. راشد، 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 راشد. يا ساتر يا رب. خير يا مختار. وين صابر؟ صابر شو بعرفني؟ تعرفي شوين راح؟ بقول لك شو بعرفني؟ بعد ما اجى هنا على الكهوة ما قال وين بده يروح. هل كنت بتصحيني من احلى نومة يا مختار عشان تسألني عن صابر وين راح؟ مروحش على الدار لهالكيت، تعرفي شوين راح؟ صابر لا اجى على الكهوة ولا شفته. ما جاش على الكهوة؟ لا هو ولا غيره، وسكرت بدري الليلة من كلت الناس. يعني عملها ولهيك ساري؟
عمل شو؟ خلص ارجع نام ارجع نام. كيف بدي ارجع انام وهالكيت و اقعد اعمل لك شاي؟ بدي الشاي، اذا شفته اعطيني خبر. شو القصة؟ يسعد لي صباحك بيك. يا أبو ما حبينا نجازك امبارح بالليل. شوفي زيدان وجماعته كمش واحد من أهل البلد نازل من الجبل. مين هو؟ صابر ابن محمود الصابر، قرايب المختار وأخوة لغزالة. شو كان بيعمل هناك؟ ما بعرف يا بيك، ما بعرف. وين هو هلأ؟ زيدان حاجزه. هاتوا لي اياه. امرك بيك امرك. نكرن نكرن. نمل لك شوية. ما ظل فيها نوم، النهار طلع. وين راح؟ مطرح ما راح برجع. خايف يكون عملها وراح عند ساري. صابر ما بيعملها. وليش ما يعملها؟ هذا ولد طريش وما عنده أكل. مصيبة إذا عملها، شو بده يخلصنا من البيك؟ وبعدين وتاري هالقصة. روحي عند غزالة وقعدي معها، احكي معها، بجوز تقول لك اشي ما كانت لي اياه. فرجك يا بي. يا بيك هذا اللي مسكته نازل من الجبل. انا اللي مسكته يا بيك. صحيح يا ولد؟ مش صحيح. انت عارف ايش بصير للي بكذب علي؟ انا ما بكذب. ولك ولك عين الجو البيك. شو هو ممنوع الواحد يحكي؟ انت ليش طلعت من بيتك بالليل؟ ما في اضراب ولا في منع تجول. ليش يعني ما اطلع من بيتي؟ ولك جو بالبيك بادب. جو بالبيك بادب. تتفجر علي وانا ربط. انت عندك مراجل ورجني اياها مكان ثاني. انا عندي مراجل كد كل اهلك. شفناها مراجلك بينت. اخلص انت وياه قدامي وتحكوا مع بعض هيك وقاحه وقله ادب. هو لك الادب يا بيك. وين كنت امبارح بالليل؟ ها كان عند ساري، شفته وهو طالع من عنده. اكيد هو اللي حذره وخلاه يهرب. ساري ما بهرب من اشكالك يا نذل. شفت يا بيك؟ انت رحت له؟ لا. انت عارف شو بصير للي بيطلع على الجبل او بيساعد ساري واشكاله؟ شو بده يصير يعني؟ بعلقه من رجليه بعد ما عمره او بسلمه للميجر يعلق مشناته. زيدان خد الفلعوص هذا وخليه جاهز لما بعت له. حاضر يا بيك. امشي قدامي ولا امشي. يا ميني كلي شو اللي قاعد بصير؟ المختار بيجي بنص الليل عشان يسأل عن صابر، ولا واحد عدت بالكهوة، وأنا مش عارف إشي. عارف يا شاطر شو رح يصير فيك لما البيك يسلمك للإنكليز؟ هذولا ما عندهم رحمة. كلي أكم واحد مع ساري بالجبل؟
ما بعرف. كل وما بخلي حدا يعرف، وراح اقول للبيك انك تعاونت معنا، يمكن يرضى عنك. قلت لك ما بعرف. كذاب، يومك طويل وليلك اطول، لما اشوف ساري شو بده ينفعك؟ ما هان علي اتركك لحالك. خايفه يا خالتي، خايفه. ولا ليش خايفه؟ هو ولد صغير تخافي عليه؟ يا خالتي صابر. غزاله شو في؟ انت مخبي عني شيء؟ شو غزاله، احنا اهلك وعمك فرج لازم يدرى شو اللي بصير. يا خالتي صابر طلع عند ساري. طلع عند ساري؟ هذا ولد مجنون. احنا كنا بعد اللي صار لابوه بعكل، ولا ليش خلتي يروح له؟ ما قدرت امنعه. بدي ظل معه؟ لا يا خالتي. وشو راح يسوي؟ مش عارفة. يعني ما راحش على الكهوة زي ما قلتي لعمك فرج. خالتي سعدة ما حدا بعرف غير انتي. لا تخافي سر كبير، بس عمك فرج لازم يدرى. خير يا بيك؟ مش خير يا فرج، قرايبينك بيطلعوا عن طوعي. ما عاش اللي يطلع عن طوعك يا بيك. طلعوا يا فرج، وانت منهم كمان. خدمينك يا بيك. هذا المفعوص طالع على الجبل مع هذا اللي اسمه ساري. صابر. شو تسوي هان؟ منو اللي ضربك؟ أنا اللي بدي أعرف شو كان بيعمل بالجبل. صابر قول وين بكيت؟ مش بعيدة، في ناس معه، هو جماعته لازم يتعاقبوا. يا بيك اللي بتمرد عقوبته الإعدام، وانت بتعرف هالحكي كويس يا مختار. إعدام؟ لا يا بيك، هذا ولد مسكين، احنا لازم نسلمه للميجر براون وهو بيقرر شو يعمل معه. يا بيك هذا الولد اخته ما إلها غيره بالدنيا. انا ما بسامح اللي بتمردوا علي. جدان خدوا وشوفوا شغلكم معه، لما ابعت للميجر يجي يستلمه. يا بيك روح انا على البيارة. لا انت بتضلك حوالين البيت، البيارة المختار بيدير باله عليها. امرك يا بيك. يا بيك الله يخليك، صابر هذا ولد طايش جاهل ما بعرف شو اللي بيسويه، اخته ما الها غيره بالدنيا، ايش فك عليه؟ لازم يتربى، لازم يتعاقب. ربي ادبه عاقبه، بس بلاش تسلمه للميجر براون، بيروح فيها يا بيك. فرج فرج، معقول اسلمه للميجر يأذيه؟ صابر راح يصير نسيبي، مش هيك يا مختار؟ شو القصة؟ ما اجى المختار اليوم؟ الغايب عذره معه. وعبود ما طل علينا. الله ينعل المذكور، لا تجيب سيرته على لسانك. صابر وغزالة بالك في اشي؟ اذا في اشي لابد نسمع عنه. يا ساتر. عمي وين صابر؟ موجود. وينه يا عمي؟ اهدي يا غزالة اهدي. وينه يا عمي؟ ليش ما روح مبارح؟ صابر موجود عند البيت. عند البيت؟ شو بيسوي عنده؟ اخوكي محبوس عند البيت. محبوس؟ يا ويلي، اكيد دبر له مصيبة مثل ابوي. لا لا، اخوكي الحراس مسكوه في الليل
والكلبي عليك يا اخويا والكلبي بده يضيعك مثل ما ضيع ابوي. لا تندبي يا بنت. اهدي اهدي الله يرضى عليك يا بنيتي. اهدي اهدي. كيف اهدى يا خالتي؟ شو بدي اسوي في البيك؟ شو بيقول؟ انه بده يسلمه للانكليز. يا حسرة كلبي عليك يا اخوي، يا ويل كلبي عليك يا اخوي. دخيلك يا عمي دخيلك، احكي مع البيك كله يترك لي، انا مالي غيره بالدنيا يا عمي. دخيلك غزالة. اهدي يا غزالة واسمعيني مليح، بيدك خلاص اخوكي صابر. بيدي انا؟ ايوه يا غزالة بيدك تخلصي اخوكي. دخيلك يا عمي دخيلك، كل شو اسوي؟ إذا سلموه بروح فيها. بيستاهل، هو اللي حذر ساري. والله إنه صعب عليه، حرام لساته شاب صغير. إحنا بنقوم بشغلنا. ومين هو اللي حذر ساري؟ ابن عمه. طيب وكيف عرفتوا؟ إحنا اللي مسكناه. زيدان اللي مسكه وسلم للبيك، والبيك بده يسلم للإنكليز. خليه يأخذ نصيبه. بوافق بوافق، بس يترك أخوي صابر. إذا صار نسيب البيك ما بإذيه. أشوفه بالأول، أطمن عليه يا عمي. يا هبلة، رايحة تعيش بنعمة، كل بنات البلد بتمنينها. يا خالتي ما بدي النعمة، بدي أخوي يرجع سالم. إن شاء الله أنه برجع سالم. هي فرج راح للبيك وإن شاء الله بحنن كلب عليه. خالتي سعدة ما بتجوز البيك إلا إذا حلف إنه ما يأذي أخوي. يا ويلي، ومنو بقدر يطلب هيك طلب من البيك؟ أنا يا خالتي أنا. أنت بس وافكي، أنت بدك تضر أخوك ولا تنفعي؟ أخوي يا خالتي دخيلك أخوي، ما لي غيره. ولك لسه رايح جاي رايح جاي مثل بندول الساعة؟ ما تعبوا رجليك؟ ولك زغيط نظري شو بدك؟ زي عن طريقي زيح. لا يا فرج ما حذرت، ما لك طريق. بدك كابل البيك. البيك مو فاضي، مشغول. عبود البيك طالبني. ايه بس البيك الي ما خبرني. ها بلاش، على كيفك. انا مروح، بس اذا سألني البيك وكلي ليش ما كابلته بكله عبود منعني. خاطرك. لحظة شوي. البيك قاعد بالصالون، بس اوعى طول عنده. ها يلا فوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ها طابت، الحمد لله طابت. يلا كومي معي. أكون معك وين يا خالتي؟ عالبيت، ما بصير أخليكي لحالك. ليش؟ هو عمي فرج ما بدأ يروح صابر معاه؟ إن شاء الله إلا هي رجع سالم. يلا كومي. خالتي سعدة ما بوافق على البيك إلا إذا رجع أخوي صابر. ها برجع لك وحياة عيونك برجع لك. عمك فرج ما بيخليه بين إيديهم. يلا حبيبتي كومي، يلا كومي. عمك فرج بنام بالمصطبة وأنا وإنتي بننام جوا. كومي عاد كومي، يلا امشي قدامي. شو بتخبر يا مختار؟ كل خير يا بيك. خليني أسمع شو في عندك. كل شي مثل ما بدك يا بيك. عال هلا أنت فرج اللي بعرفه. خدامك يا سيدي، لكن شو يا بيك؟ احكي يا فرج. بقول يعني يا بيك، العروس وين بدها تسكن؟ في البيت اللي بطرف البيارة. المضافة؟ المضافة سكرناها زمان. هذا البيت بتجهزه، تشتري له فراش وكل اشي بلزمه، وخلي غزالة تشتري كل اللي بدها اياه.
مثل ما بتأمر يا بيك. هدول بكفوك زيادة، وإذا نقص عليك إشي احكي لي. حاضر يا بيك. في إشي تاني؟ أيوة يا سيدي. إيش يا مختار؟ المصاري ما بكفوا؟ لا لا، كله من خيرك يا بيك. شو بدك يا مختار؟ العروس يا بيك بدها أخوها. هذا الولد لازم يتأدب. اللي مسامح كريم يا بيك. ما بقدر أسامحه، بطمع غيره بعدين. ولا كلامي صحيح يا فرج؟ لا لا يا بيك، صحيح صحيح، بس غزالة روحها معلكة بأخوها، ما ظل لها حدا بالدنيا غيرها بعد موت أبوها. يا فرج، هذا نسيبي، لا تخاف عليه. أنا مش خايف يا بيك، أختي اللي خايفة عليه. طمنها وقلها لا تخاف. الله يطمن بالك، بس يا بيك هذه عنيدة مش راضية إلا أخوها يرجع البيت. خلاص خلاص، برجع يا فرج برجع، بس لازم أضل بضيافتي يا كم يوم. ضيافتك شرف يا بيك، بس أنا خايف زيدان وجماعته يأذوه. فرج، جهز البيت وخلي غزالة تجهز حالها. ما سمعت؟ سمعت سيدنا، سمعت. مع السلامة. لليش ما روح معك؟ البيك وعدني. بدل ما وعدك لليش ما روحها معك؟ تخافيش يا عمي، بيروح. امتى؟ قريب، تخافيش. ما أخاف؟ أخوي محبوس عنده وما أخاف؟ أنا بعد اللي صار لأبوي يا عمي عايشة بالخوف. هذا أخوي، أخوي اللي مالي غيره بالدنيا. تخافيش تخافيش، هذا بده يصير نسيبة. ما بيصير شيء إلا لما يرجع صابر. غزالة، البيك مش ممكن يأذيه لأنه بده يصير نسيبة. بعدين البيك أعطاني مصاري عشان جهازك وبيتك. شو بتقول يا عمي؟ شو جهازي وبيتي وأخوي تحت رحمته؟ لا يا مختار، لا، ما بيصير لي جهاز ولا بيكون لي بيت إلا لما يرجع أخوي صابر. بعدين معك يا غزالة. يا عمي يا عمي، النار مولعة بصدري من خوفي على أخوي. أخوكي رايح يرجع لك. إمتى يا عمي؟ بعرفش، لما البيك يتركه. أنا مش رايح أستنى، ما بقدر أظل قاعد والنار توكل فيي، ما بقدر. وين رايحة؟ رايح أشوف البيك، أشوف شو بده من صابر. اعكلي يا غزالة. أي ما ظل العكل مطرح يا عمي، ما بكفي أبوي. غزالة ارجع يا غزالة. ارجع يا بنت. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين هالمصيبة هذه؟ سعدة يا سعدة. الحكيها يا سعدة، الحكيها، هذه البنت انجنت. الله يكون بعونها. ويكون بعوني. هلكيت شو بدي يقول عني البيك؟ مش قادر احكم. ها، وين هيبتي؟ وين قيمتي عند البيك؟ ابنت فقدت عاكلها، البيك ما بلومها. بلومني يا سعدة، بلومني. الحكيها قبل ما تصل بيت الكبير، الحكيها. وين بدي الحكي؟ هلكيت صارت بنص الطريق. يا سواد وجهك يا فرج. نعم ستي. بشوف المختار رايح جاي، شو الموضوع؟ يا ستي البلد قايمة قاعدة، عم تغري غلي. ليش؟ الحراس مسكوا صابر قرايب المختار. شو عامل هذا صابر؟ يا ستي هذا صابر بيطلع على الجبل لعند هذا اللي اسمه ساري. شو خص المختار فيه؟ البيك بده يسلم صابر للميجر براون، والمختار عم يترجل البيك مشان ما يسلمه، لأنه صابر قرايبه للمختار وأخوها للبنت غزالة. عبود زمان ما سمعت منك إشي. مزبوط يا ستي، لأنه مجهول شوي. عبود ستي اطمني، لا تاكلي هم،
عيوني مفتحة وعلى الكل أنا عبود بعجبك. عن إذنك. بدي اشرب. بدك تشرب؟ بدي اشرب يا شباب. فكر حالها على الكهوة. إبراهيم، شو قصة هذا الولد؟ أي ولد؟ اللي محجوز عندكم. هذا ابن عمه لساري. إله علاقة فيه؟ ما بظن. ليش حجزه؟ هذا الطعم لساري، إذا عرف إنه محجوز راح يحاول يخلصه. كيف بده يعرف؟ إذا في حدا إله علاقة مع ساري من أهل البلد راح يخبره. وإذا ما لقيت حدا يخبره، لأيمتى بتكون ضلوا حاجزين الولد؟ هيك بطمن إنه ما في أي مساعدة لساري من أهل البلد، والولد هذا بطله إيش بدي فيه. أنا حابسه عشان أربي أهل البلد. والمختار؟ إيش ماله المختار؟ بشوفك رجعت رضيت عنه وهيو رايح جاي. أنا مفكر إنك أنت زعلان منه. يا عايدة، المختار عيني على أهل البلد، ما بستغني عنه. أنا قسيت عليه شوي عشان ما يرفع رأسه. مرحبا بنت. ديح عن طريقي، بدي أشوف البيك. البيك ما بيقابل حدا هلا، رجعي. أي ابعد عن طريقي، قلت لك بدي أشوفه. رجعي يا بنت أحسن لك. ها أي زيح عن طريقي، بدي أشوف البيك. شو هذا الصوت يا عبود؟ عندك لك يا بنت، ما في عندك يا بنت. تعال هون يا بنت، تعال هون يا بنت. وقفي. شو بدك يا بنت؟ اخوي يا ست، اخوي. هي البنت اللي اخوها محجوز عنا. اطلعي برا، اطلعي برا، اطلعي. عبود اتركها. شو بدك يا بنت؟ بدي اخوي يا بيك. أخوك مذنب وبستاهل الحبس. الله يوفقك، الله يخلي لك الست، اترك، أنا مالي غيرها بالدنيا. أخوك الحراس مسكوه وهو نازل من الجبل. يا بيك يا بيك، أنا مالي غيرها، سايك عليك النبي تتركه. خلص خلص، بكفي تبكي، خلص اطلعي برا. طال طالعة طالعة يا ست، الله يوفقك، ما تأذي أخوي. روح يا بنت، بعتي لي رجال اتفاهموا. عبود طلعها برا. طلعي برا برا برا. Thank you.
ابراهيم، لقيلي حل بقصة هذا الولد. حل ايش يا عايدة؟ انا بيهمني هاي البنت ما ترجع هون مرة تانية. خلص مش رايحة ترجع. لا رح ترجع طول ما انت حابس اخوها. وبصراحة يا بترجعوا لاهله يا سلموا للميجر براون وريح راسك. ارجعوا لاهله؟ مستحيل. هذا الولد لازم يتربى ولازم اربي كل اهل البلد فيه. وانا بيهمني اخلص من هاي القصة. نامت، عمت عينيها من العياط. لا حول ولا قوة إلا بالله. سعدة يحكي معها، خليها تجهز حالها للعروس. وكيف تجهز حالها للعروس وهي بهالحالة؟ شو بدها كل البيك؟ أعطاني مصاري عشان أجهز البيت وجهزها. كلها يترك أخوها بحالة. قلت لا يا سعدة، قلت لا وعذرني. وشو سويت؟ شو بدي أساوي؟ فرج، غزالة عنيدة ومش رح تخطي ولا خطوة إلا ليفك أخوها من حبسه. بعدين معها المصيبة. ولا مصيبة ولا شيء، البيك بحبها وبدها رضاها، وهو كان بدها رجال يتفاهم معهم. رحت لا يا سعدة، رحت لا. مش عارف شو اللي براسه، بكل نسيبي وبيظل حابسه. حيرني، مش عارف شو أساوي. فرج مش عارف شو يساوي هالمرة. هذه مش عارف أبخرك. يا راشد. نعم يا معلم. سكر ونام. حاضر يا معلم. من هذيك الناحية. سمعت صوت رصاص، سمعت صوت رصاص. ما بحلم، ما بحلم. أنا متأكد سمعت صوت رصاص وكريب كمان. ليش؟ لمحت خياله وطخيت عليه. مين هو؟ ساري. متأكد؟ متأكد. ملثم ومسلح وبرط مثل الكرود. الدنيا عتمة مثل الكحول، كيف شفته؟ بقول لك شفته وطخيت عليه وهرب من هذيك الناحية. طريق الكهوة؟ طريق الكهوة. أنت وأنت فتشوا المنطقة، وهو عيفلت منكم، واللي بيشوفه يحطها بين عيونه. يلا.
وانتوا تعالوا مع الكهوة. ساري، سمعت صوت رصاص طخوا عليك اشي؟ ابدا. ساري، ما بتخاف على روحك لما تنزل من الجبل؟ الحراس كلهم مطوقين البلد. العمر واحد والرب واحد، واللي بخاف بعيش مثل الحريم. سبع، اقعد اعمل لك شاي. لا، هالكيتة بتلاقيهم بدوروا علي، وانا جيت لهان عشان اتوههم. ساري، بدي اقول لك اشي قبل ما تروح. شو؟ قول. صابر. شو مالها صابر؟ صابر الحراس مسكون بارح والبيك حبسه. شو؟ مثل ما بقول لك، البيك حبسه؟ اجي حذني منهم، كان وقع بين ايديهم. ساري، اقعد لحد شايفك صاحي. صحيت على صوت رصاص. كلها رصاصة صحتك من النوم؟ ما هو تلاقي كل أهل البلد صحيوا منها. كلي، شفت حدا مرك من قدامك؟ حدا؟ مثل مين؟ ولك لا تتهبل علي، بقول لك شفت حدا؟ بقول لك بكيت نايم، هلكيت صحيت. ايه؟ تشربوا شاي؟ عندك حدا جوا؟ ما في حدا عندي، فوت فتش. تشربوا شاي؟ سوي شاي، سكر زيادة. حاضر، أحلى كاسة شاي لعيونك وعيون الشباب. وين طالع بهالليل؟ ما سمعتي صوت الرصاص؟ سمعته، يمكن واحد من الحراس طخ بالهواء. ما بطخ رصاص بالهواء إلا إذا كان خايف أو طخ على حدا. بدك اياني امشي بالليل بدون سلاح؟ انا ما بدي اياك اصلا تطلع من البيت. انا ابراهيم بيك ولازم اعرف شو بصير بالبلد. بكره الصبح بتعرف يا ابراهيم. لا يا عايده، ما بدي اهل البلد يقولوا ابراهيم بيك خايف. ماشي، بس خد حدا من الحراس، لا تمشي لحالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله الرحمن الرحيم. شو في يا حبيبتي؟ شو في؟ صابر يا خالتي، صابر. خير خير ان شاء الله خير، اللهم اجعله خير خير. مش خير يا خالتي، شفت البيك بالمنام رابط صابر بشجرة وطخة. خير خير، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير ان شاء الله خير خير. اشربي 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 اشربي. بسم الله الرحمن الرحيم. خير ان شاء الله خير خير. خايفة يا خالتي؟ خير يا حبيبتي خير خير. نامي نامي نامي، وفرج مش رح يسكت الا يفك حبسه. نامي يا رب. تعوذي من الشيطان، نامي، تعوذي من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا اهلا يا بيك. اهلا وسهلا يا بيك، شرفتنا، زارتنا البركه. من البيت لهون ما شفت ولا حارس ولا واحد اعترى طريقي.
تأكل البلد وقاعدين هون تكلبعوا الشاي يا همن. يا بيك احنا كنا ورا ساري ومسكتوه؟ اختفى، بس بقية الشباب مطوقين الطرق كلها بدوروا عليه. يا بيك طخوا عليه ويمكن صوبوه هرب. ومين اللي طخ عليه رصاص؟ انا يا بيك طخيت عليه وهرب. فتش عنه، طلعوه من تحت الارض. يا بيك ما تركنا محل ما لا اثر. فتشوا القهوه. يا بيك احنا صارلنا قاعدين هان ساعه. فتشوا عنه جوا، طرقوا. يلا يلا. بقول يعني لو تفتشوا مليح بكون أحسن. ها مالك هنا حدا يا بيك؟ يعني يا بيك ساري شو اللي بدي يجيبها هان؟ طوعوا البلد وفتشوها شبر شبر، ما بدي يطلع النهار إلا وهو تحت رجلي، مفهوم؟ مفهوم يا بيك. ماما ماما حبيبي ليش صاحي؟ تشرب مي. حاضر اقعد انا بجيب لك مي. كيف هرب؟ يعني لو مسكوه كان راح فيها ورحت أنا معه. سبع يا ساري سبع، بس كيف هرب؟ شو رأيك نروح هلا على الغرفة وننام ونحكي قصة حلوة؟ ماما انت استنى. بسم الله الرحمن الرحيم، انت مين وكيف دخلت؟ ما حدا منعني. وين الحراس؟ ما في حدا منهم، كلهم بدوروا علي. انت ساري اطلع من البيت قبل ما انادي لك كل الحراس. قلت لك ما في حدا منهم، لا تتعبي حالك. شو بدك منا يا ساري؟ بدك مصاري بعطيك بس اطلع من البيت. وين ابراهيم؟ بدي احكي معه. ابراهيم مش موجود. ابعد عن ابني، ما تمسكه، هذا ما لي غيره. لا تخاف يا ست، أنا ابن الناس وما بأذي لا الحريم ولا الصغار. اعمل معروف اتركنا بحالنا. وليش أنتم بتتركوا الناس بحالهم؟ البيك حابس صابر. صابر؟ صابر ابن عمي، جوزك حابسة. أنا ست ما بطلع من البيت، ما بعرف جوزي شو بعمل. قولي للبيك إذا ما ترك صابر بحاله رح أدفنه وهو تطيب وحرك البيت على اللي فيه، أنت فاهمة؟ اصبر على الضيق لو جار الزمان وحكم والنذل يا ناس عسب البراري حكم. اصبر اصبر
اصبر على الضيق، اصبر على الضيق، لو جار الزمان وحكم والنذل يا ناس عسب البراري حكم، اصبر اصبر. ارجع يا بيك، الليل خطر عليك. اسمعني كويس يا زيدان، ما بدي ساري يفلت من ايديكم، مفهوم؟ انا مش رايح انام الليل يا بيك، بس انت روح ارتاح وخلي واحد من الحراس يمشي معك. ما بدي ولا واحد معي يا بيك، الليل بيخوف وما له امان. راجي. نعم. امشي مع البيك. حاضر. يلا يا شباب. كان هون. ايش بتقولي؟ ساري كان هون بالبيت واقف قدامي وحكي معي. ابراهيم في البيت؟ ساري جرى ودخل لبيتي؟ الحرس بدوروا عليه. حتى لو كانوا حرسك هم ما كان رح يقدروا يمنعوه. منعوه وبيذبحوه كمان. لا يا ابراهيم لا. هيدا هيدا شو عامل معك؟ اذاكي ما ايده عليك او على وحيد؟ بالعكس بالعكس، كان شهم. شهم؟ كان بيقدر يأذيني أو يخطف ابني حبيبي أو حتى يتبعه. ما فيش حدا في البيت غيري أنا وهو. لكن بالعكس ما عمل إشي غلط. إبراهيم الله يخليك، أنا كتير خايفة مش قادرة واقف. الله يخليك. عايدة شو عمل معك؟ اسأل عنك. اسأل عني؟ شو كمان؟ هدد إذا ما طلعت صابر من الحبس إلا يرجع ويحرق البيت علي فيه. جبان جبان، واحد مثل هذا بتجرأ وبيهددني؟ هذا شبان ما بيقدر يعمل إشي. بالعكس بيقدر. بيقدر يا إبراهيم. إبراهيم أنا وابنك كنا تحت رحمته، بيقدر يعمل كل إشي. كلب حرامي. طلع صابر من الحبس. لا أنا ما بخاف منه. إبراهيم إبراهيم طلع صابر من الحبس، أنا خايفة بترجاك، أنا كتير خايفة. عايدة لا تخافي، أنا رايح أجيب حرس كمان وأحط حرس بكل قرنة وكل زاوية. طلع صابر من الحبس، حياتنا أهم منه.